أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تقديره لما تتطلع به مصر فيما يخص إيصال سماحة الإسلام في الوقت الذي تزداد فيه التحديات حول العالم. وخلال استقباله مفتي الجمهورية شوقي علام، أكد مودي أنه كان يتابع زيارة المفتي الأخيرة للهند يوما بيوم، مؤكدا أن الزيارة بعثت برسالة محبة وسلام لجميع الشعب الهندي من أرض الحضارة والعلم.